ولست أبالي حين أقتل مسلماه على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزعي. أحبابي في الله، قصة اليوم عن الصحابي الجليل خبيب بن عدي الأنصاري. كان ممن شهد بدرا وأحدا، كان مقاتلا شجاعا وباسلا، قتل العديد من المشركين. أخواني، اليوم راح نتناول إن شاء الله قصة خبيب بن عدي الأنصاري، وكيف أسره، وكيف تعذب في الأسر، وكيف الله سبحانه وتعالى أنعم عليه. تقول بنت الحارث: والله ما أحسبه أسيرا على وجه الأرض خيرا من خبيب، لقد رأيته والله وهو موثقا بالحديد يأكل من عنقود عنب كبير، ما وقعت عيناي على مثله قط، وما بمكة يومئذ تمر، ما كان هذا إلا رزق من الله جل في علاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله النبي الأمين الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. أخواني وأخواتي في الله، اليوم قصتنا عن خبيب بن عدي الصحابي الجليل. طبعا أخواني، قبل ما ندخل بالقصة، أتمنى منكم الاشتراك في قناة تعلم التوكل على الله وتفعيل الجرس وتشجيعنا لنبذل الكثير، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الذال على الخير كفاعله، وبلغوا عني ولو آية. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله نستعين على أمور الدنيا والدين. أنا أخواني وأخواتي في الله، خبيب بن عدي الأنصاري كان من الصحابة وكان من أهل المدينة يا أخوان. طبعا خبيب بن عدي هو التي قال هذه الأبيات الشعرية حينما أسروه وعذبوه في الأسر، فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزعي. خبيب بن عدي الأنصاري كان من الصحابة، وكان من الناس الذين شهدوا بدرا وأحدا، كان مقاتلا شجاعا وباسلا، قتل عددا كبيرا من المشركين وفتك بهم، كان عذب الروح وثيق الإيمان، وكان من الصحابة الذين غذر بهم يوم الرجيع وقد أسر إلى مكة، فأسرع إليه أبناء الحارث ابن عامر وشروا بثمن وفير ليأخذوا بثأرهم ويشفوا غليلهم، ذلك أن خبيب قتل أباهم الحارث ابن عامر يوم بدر وهو من أشراف مكة، فقاموا بسجنه في بيتهم. وهنا يا أخوان، عندما اشتروه سجنوه في بيتهم زمنا كثيرا، وما رأوا من خبيب إلا رجلا صواما قائما يقرأ القرآن، يقرأ كتاب الله، وعيناه تفيض من الدمع. كان يا أخوان عيناه تفيض من الدمع، ليس لأنه خائف، بل مما يلاقيه من معاناة الغربة يا أخوان والأسر، حتى رقت له قلوب من يا أخوان؟ قلوب بنات الحارث وإيماءهم. فتخبرنا أحد بناته يا أخوان، بنات الحارث بعد إسلامها، وتقول: فلما عزم القوم على قتل خبيب وهو سجين في بيتنا، سألني سكينا يحلق بها ما ينبغي على المسلم من شعره وينظف نفسه للقتل يا أخوان. وتقول هنا بنت الحارث: فأجبته إلى طلبه، ثم غفلت عن صبي صغيرا لي، فدرجه نحوه وجلس في حجره، فما هالني إلا أن رأيت السكين في يده وغلامي جالسا على فخذيه، قلت في نفسي: ماذا صنعت؟ قد صاب خبيب ابن عدي بأخذ ثاره وقتل غلامي قبل أن يقتل، وفزعت فزعا حتى رأى خبيب الفزع فيني، فنظر إلي. فماذا قال لها يا أخوان؟ انظروا إلى الإيمان والحكمة، وانظروا إلى تعاليم نبينا عليه الصلاة والسلام لصحابته. فالتفت إليها يا أخوان بليونة ورفق، وقال لها: أتخشين أن أفجعك بغلامك هذا؟ والله ما كنت لأفعل، إننا معاشر المسلمين لا نلحق الأداء بغلام صغير أو شيخ كبير أو راهبا عابد، وإنما نقتل من عدا علينا وعمل على أخراجنا من ديننا. وتقول بنت الحارث: والله ما أحسبه أسيرا على وجه الأرض خيرا من خبيب،
لقد رأيته والله وهو موثقا بالحديد يأكل من عنقود عنبا كبيرا ما وقعت عيناي على مثله قط، وما بمكة يومئذ تمر، ما كان هذا إلا رزق آتاه الله سبحانه وتعالى. وها قد مرت الأيام وأجمعوا على قتله، وخرجت مكة كلها إلى منطقة التنعيم لتشهد مقتل أسيرها الذي أذاقها من بأسه يوم بدر ما لم يقدروا على نسيانه. ثم قال خبيب: إن رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين فافعلوا. فرق قلب واحدا منهم قال له: دونك فصلي ركعتين. فصلى خبيب ركعتين وقد أوجز فيهما رغم ما وجد من لدة في الصلاة، فقال: والله لو أن تظنوا أني ما بي جزعا من القتل لأكثرت من الصلاة. ثم رفع يديه وقال: اللهم أحصهم عددا وأقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وكان أبا سفيان على رأس القوم حتى ما إن سمع دعاءه حتى ألقي ابنه معاوية على الأرض خوفا أن تصيبه دعوة خبيب. يا أخوان، وكان ذلك يا أخوان من عادات العرب قبل الإسلام. وعلى هذا يا أخوان كان أول من سن ركعتين قبل القتل كان خبيب يا أخوان. ثم حملوا خبيبا وصلب على جذع نخلة يا أخوان، وكان خبيبا أول من صلب في الإسلام أو في جزيرة العرب. ثم يأتي أبا سفيان ويساومه في دينه وإيمانه ويقول له: أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك وأنت بين أهلك؟ فيبتسم خبيب ويقول له: والله لا أحب أن تأديه شوكة وهو جالس في مكانه وأنا جالس بين أهلي. انظروا إلى الإيمان يا أخوان ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فيصيب أبا سفيان الذهول ويضرب كفا بكف ويقول أبا سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كصحابة محمدا يحب محمدا. وعندما هموا به يا أخوان المشركين وطعنوا بالرماح والسيوف، فقال: اللهم فاشهد أننا قد بلغنا رسالتك ورسالة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وظل جثمان خبيب على الصلب أياما يا أخوان، ونزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بماذا يا أخوان؟ وأخبره بأمر خبيب وأصحابه وعم الحزن على الأجواء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بجثة خبيب وله الجنة. انظروا يا أخوان انظروا. فقال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله وصاحب المقداد بن عمرو. وذهبا يا أخوان، فانطلقا يا أخوان حتى وصلوا إلى منطقة التنعيم ووجدوا 40 من المشركين يحرسون الجثة يا أخوان. انظروا إلى بطشهم وبغيهم. ولكن سبحان الله يا أخوان أنزل الله عليهم سننا من النوم، ناموا 40 الذين كانوا يحرسون خبيب، وأنزل الصاحبين خبيب وعاد به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد جسده رطبا سبحان الله. ورغم أنه يا أخوان مر على مقتله شهر أو يزيد، ولكنه سبحان الله إنه شهيد يا أخوان، جسده رطبا وكأنه لم يصير فيه شيء. وفي رواية ثانية يا أخوان عندما أخذه عبد الله بن الزبير، أخذ خبيب بن عدي، شعروا المشركين به ولحقوه، فعبد الله بن الزبير رمى إلى الأرض لكي يدفنه، ولكن يا أخوان سبحان الله اختفى. وكان تفوح منه يا أخوان عندما أخذه، كان تفوح منه ريحة المسك، وهذه ريحة المسك ريحة الشهداء يا أخوان والناس الصالحين الذين يصدقون مع الله. من صدق مع الله صدق الله معه يا أخوان. ونسأل الله المغفرة لنا ولوالدينا والرحمة لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك قريبا يا ربنا مجيب الدعوات. أخواني طبعا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ونسأل الله العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا. وأتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو هذا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.